إذا نرجع للجزء الثاني من هذه الحلقة مع ضيفنا الرئيسي الأستاذ فوزي اللومي، رئيس الحزب الوطني التونسي ورجل أعمال ومستثمر معروف. وينضمون في الحلقة السيد عبد العزيز القطي، عضو مجلس نواب الشعب سابقا، مرحبا بك، وناشط سياسي حاليا مستقل طبعا. وأيضا السيد حاتم العماري، قيادي من مؤسسي الحزب الدستوري الحر. وسي حاتم العماري مؤخرا عملت ندوة صحفية طالبت فيها عبير موسي بتصحيح المسار في المؤتمر الجاي، وأعلنت روحك أمين عام شرعي لهذا الحزب، حزب الدستوري الحر، وطالبت معناتها بإعادة المطرودين والمنسحبين من الحزب وبإعادتك أنت للحزب. نتناقش من بعد في هذا الموضوع. أنت تعتبر روحك جزء من القيادة الشرعية لهذا الحزب؟ طبعا واضح. نعاود ونحكيو فيه الموضوع ذي من بعد، ونعاود ونسألوك شكون وراك وعليش الوقت هذا بالذات، وشنية الحكاية وشنية التشويش على حزب عبير موسي وعلى عبير موسي. به قبل هذا باش ناخذ رايك سي عبد العزيز القطي في اللي كان يحكي فيه سي فوزي اللومي. اليوم شفنا فوزي اللومي تقريبا وجه اخر، من الاول المستثمر، رجل الاعمال، قصه النجاح العائلي العالمي، رجل الاقتصاد. رجل الاقتصاد، ما تحبش كلمه رجل اعمال؟ نحيي رجل الاقتصاد. رجل اقتصاد هي ما رجل الاعمال، حتى الاعمال حطوا فيها الناس كل رجل الاعمال، حتى تشلكت معناها قصدك معناها ولات بيجوراتيف. باهي، رجل الاقتصاد فوزي اللومي. رجل الاقتصاد هي الكلمة الصحيحة. شفنا قصة نجاح وقصة نجاح العائلة في المشروع الكبير هذا اللي ولا مشروع عالمي ودولي، ويمكن حتى لي جون اللي يتفرجوا فينا يستلهموا من قصص النجاح هذيا. مثالش نوريو تونس الناجحة، تونس المتفوقة، تونس المشرقة، تونس الاستثمار، تونس هكا ولا طبعا. معناها نشوفوا كل مرة خلينا نجيبوا الناجحين زاد مشكل الفاشلين ونحطوهم اون فالور، نعطيهم قيمة شوية. والحوار السياسي اللي كان بطبيعة نوعية أخرى، بطبيعة الحال هو سي فوزي يمثل نقطة من النقاط المضيئة في بلادنا، باعتبار أنه هو في شخصه هو قصة نجاح، لأنه حتى يقول لك اليوم أنا رجل اقتصاد بالفعل، لأنه تكوينه هو تكوين اقتصادي، تكوين أكاديمي، رجل نجح في حياته الدراسية ونجح كذلك في حياته العملية. هو بطبيعة الحال سليل لعائلة مستثمرة، بوه ما شاء الله سي توفيق اللومي اللي عنده وزن في البلاد هذية من الناحية الاقتصادية، واللي هو أسس هالمجمع هذية الكبير. قصة النجاح الأخرى أنه أبناؤه استحفظوا على هذا الإرث وطوروه وزادوه وكبروه، وكذلك اليوم احنا في الدوزيام جينيراسيون اللي هما اولادهم كذلك اللي مش ياخذوا المشعل ومش يكملوا. هذايا معناها عمليه نجاح كبيره، والرسائل اللي قدمها سي فوزي على مستوى العمل، على مستوى التواضع، على مستوى نظافه اليد، على مستوى انه العقل البشري والعقل التونسي قادر على انه يبدع، انه لا حدود لعدم، لا حدود باش الواحد ما ينجحش. هذوما الكل نحن بحاجه اليوم كما قلت انت ان الشباب نتاعنا يستمع الى كل هذه الرسائل. وبعد هذا المديح الكبير، نعم، بعد المدح هذا الكبير، وسي فوزي راهو انا مش معناها ماهوش محتاج اني انا باش نمدحه، لانه هو معروف، هو العائله نتاعو اخلاق عاليه، نظافه يد. ولا ربما هنا سؤال، هل انه يجب التفكير ولا امكانيه التفكير في أنه لرجل الأعمال الوطني، لأنه يمثل الرأس المال الوطني سي فوزي اللومي، ومن من من أحسن الـ 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 النماذج لرأس المال الوطني، هل أنه يمكن له أن يلعب دورا في السياسة وأن يتصدر الشأن العام؟ لأنه اليوم شفنا خلط اليوم من 2011 إلى الآن، أنه فما رجال أعمال صحيح دخلت إلى الشأن العام وقاعدة تعمل في السياسة، أما لكن تعمل في السياسة من أجل مصالحها الخاصة، في حين اليوم عندنا نموذج من رجل أعمال، وكيف هو برشا توانسة وبرشا رجال أعمال وبرشا رجال اقتصاد اللي قادرين أنه يكونوا فاعلين في الشأن العام بدون ما تكون عندهم الحسابات الشخصية، لأنه هم في أنفسهم يمثلوا. ما عندوش حسابات شخصية شرعية، الحسابات لا الحسابات الشخصية شرعية، أما لكن مش على حساب الأنانية هي الغير شرعية. أي بالضبط، الانتهازية هي الغير شرعية. ولكن أنا نحب نسألك هل أنت موافق سي فوزي على موقفه من عبير موسي، يرى أنها صدامية؟ بطبيعة الحال هو هذا كموقفه. أي أنت موافق؟ أنا اللي يعجبني في سي فوزي أنه ما كانش عنده، كان على يعجبك سي ما كانش عنده موقف صدامي مع عبير. هو انقد لربما طريقة تعاملها أو تعاطيها
مع ما تقوم به على الساحة، واللي هو بطبيعة الحال لأنه شخصية سي فوزي هي شخصية معناها مرنة وشخصية مسالمة، يعني لربما الطريقة هذيك. أما لكن على المستوى السياسي ما شفتش تناقض كبير، عنده لا تناقض في موقفه من حركة النهضة، يعني هو نقصد أنا هو غير رافض شي. لا هو غير رافض للتقارب مع عبير موسي، هو غير رافض بأنه ولا دخل في صدام مع عبير موسي كما برشا أحزاب وكما برشا شخصيات وطنية من اللي تجبد له على عبير موسي ولو هو حتى من نفس العائلة، ولكن عنده موقف صدامي نجم تنقضوا شوية مسيرش طبعا نجمه طبعا طبعا هو 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 سي فوزي أنا كانت عندنا تجربة بطبيعة الحال مع بعضنا في نداء تونس والتجربة هذه عرفتني على شخصية سي فوزي السياسية، واللي أنا ما نستغربش المواقف متاعه الآن. أنا الحاجة اللي مش نزيد نمدحها فيها هو أنه مثلا سي فوزي اللومي سيك مش تمدح أي اللي أنا يا سي عبد العزيز عجبتني، أما لا أنا جايك للنقاط الأخرى، أنه مشا كون حزب وقطع نهائيا مع موروث معين وكون حزب بشخصيته هو بمجموعة يشبه له هو أي يشبه لشخصه وبمجموعة نجم تقول جديدة وبوجوه جديدة وبدون أنه يكون يحاول أنه يدخل في منطق اللم والعائلة والعائلة الديمقراطية وكذا، ولكن سلك طريقا وظاهر التوجه متاعه وين يحب يوصل، مركز على الناحية الاقتصادية، ما دخلش في هذيك المتاهات متاع إضاعة الوقت، بصدر العمل قاعد نتبع أنا فيما يحدث واللي يقوم به، قاعد يخدم على روحه وقاعد يبني، ولكن مازال شوية أظن أنه المسألة السياسية والجوانب السياسية لعل سي فوزي ليس له الشخصية أنه يكون حاد في أخذ بعض المواقف. أنا حسب رأيي ما عنده شنو ليس له الشخصية لا ليس الشخصية أنه يكون حاد، ما عندوش حاد أنه يكون حاد في وحاسم في بعض المواقف، أنه تخلي في السياسة أنه مسالم برشا ولا بعض المواقف هكا مغمغمة. حتى أنت مسالم سيد راكسي عبد العزيز اليوم، مسالم جدا طبعا، حتى أنت مسالم برشا اليوم، شراستك ما فماش لا عملاق لا وحش لا وش اليوم كان المدح وقصائد المدح لأنه وتنقد فيه حاشم هكا لأنه سي فوزي شخصي. أنا قدت سي فوزي، أنا قدت في العديد من المرات وقدت نقدا لاذعا، ولعل لربما هذه فرصة باش نقدم له اعتذار إذا كان أبو زيادة لا روح أنا باش نروح إذا كان مسيته لا أنا مش اللي مدبشي وروح لأنه وزيد تعتذر له زاد على أنك قدت لأنه قدت في وقت معين لربما قدت بدون ممكن غلط ولا ممكن بسوء تقدير. أما لكن كما قلت لك راهو سياسيا أنا وسي فوزي رانا ما نتفاهموش في العديد من النقاط، منها اللي كان يحكي عليها الآن ومنها نقاط أخرى، ولكن أنا أعتبر أنه ما يقوم به فوزي اللومي الآن هو تمشي صحيح، خذا تجربة من التجربة متاع النداء وقطع مع طريقة عمل اللي ما تتمشاش مع ما بعد 2019. عندك سؤال سي فوزي؟ والله سؤالي سي فوزي هو الحزب اللي مكونه الآن والطريقة العمل اللي متاعه والمواقف السياسية اللي ما زالت مش واضحة، هل أنه في الأيام القادمة مش نشوفه سياسيا مواقف أوضح ورؤية واستراتيجية سياسية واضحة وينقص شوية من الجانب الاقتصادي اللي لربما عنده أهمية ولكن الجانب السياسي مهم، وين يحب يوصل بحزب الوطني التونسي؟ تفضل سي فوزي. الحقيقة احنا عنا لجان داخل الحزب، عنا 15 لجنة داخل الحزب، وعنا لجان تخدم على الموضوع هذايا متاع مواقف الحزب. أول حاجة شنو موقف الحزب من النظام السياسي؟ أول حاجة سأنا نشكر أنا سي عبد العزيز صديقي هو تشكر ظاهر صديقي حب نشكر صديقي هذا تعاركنا برشا أنا وياه قبل وديما العركة ما تدومش برشا هذا تعاركوا نقعدوا بعد ثلاثة أيام نرجعوا ماهيش كل عادك طويل يعني عادك متاع حكا مع حاجة خفيفة نجم نقوله. أما بالنسبة للحزب قاعدين نقدوا في المواقف في كل المواضيع. مثال النظام السياسي في تونس شو موقف الحزب من النظام السياسي في تونس؟ نظام ثم ناس يحبوا يردوا تونس نظام رئاسي، احنا كحزب ضد نظام رئاسي واضح. نظام رئاسي راهي بعد 5 سنين تغول ترجع الدكتاتورية في تونس واضح، وضد زادة مثال في حكاية الانتخابات هذي باش نخرجوا بهم وبعد باش نواقف مخرجات هذي توا نحكي فيها هكاك. مثال رئيس الجمهورية يقول انتخبوه 2,700,000 انتخبوه 625,000 مش 2,700,000 تولي
الانتخاب رئيس الجمهورية من الدورة الأولى، ما عادش نعملوا زوج دورات وتصير في نفس الوقت. علاش؟ على خاطر باش تولي عنده الشرعية الحقيقية، وزنه الحقيقي. الوزن الحقيقي هو 625,000، ما يقولكش أنا وزني يهزم لنا 700، يولي وقتها يقول لك أنا عندي شرعية متاع التوانسة الكل. هذايا الكل اقتراحات اللي باش تخرج باسم الحزب، واقتراحات عاملين احنا التوجهات الكبرى متاع الحزب باش تخرج هذه في الأشهر اللي تو نرجعوا تو نرجعوا لها. نمشيو لسي حاتم العماري. سي حاتم العماري ولي سابق في عهد بن علي، آخر مناصب اللي توليتها هي ولي الكيف في آخر في 2011 وقت اللي صارت الثورة. أنت وقتها ولي الكيف، كنت أمين مال طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي للقياديين، مكتب الأول المؤسس مؤسس، وكان سي محمد الغرياني وقتها رئيس المنظمة في كتب نفس عام. كاتب عام يعني كاتب عام وأمين مال، وانت امين مال. نعم. خدمتوا مع بعضكم في طلبة التجمع. كنت معتمد، بديت حياتك السياسيه معتمد، كاتب عام ولايه، وعندك مسيره كبيره في الدوله حتى العام 2011. ثم بعد 2011 مارست السياسه مع سي حامد، الدكتور حامد القروي الله يرحمه. هكا ولا لا؟ قبل سي حامد كنا احنا. اولا صار حاب نشكرك على هذه دعوه. مرحبا بك. مرحبا في برنامج واحد الشاشه، ونرحب بالاخ العزيز سي فوزي لومي وسي عبد العزيز كذلك خونا. واليوم نحضر انا بطبيعه الحال بعد غياب طويل على الاعلام، ما ظهرتش، ما حبيتش نظهر، وعلى الساحه السياسيه بصفه عامه. قبل التحاقي بالحزب الحركه الدستوريه في 2013 كان عندنا نشاط على مستوى الطلبة والشباب التجمع وقدم باختصار. باختصار كان فما اول نشاط عمل في 2011 في 16 أفريل في ساحة حقوق الإنسان في خصوص القانون العزل وقانون الأقصاء. وكان ذاك لقاء كبير جماهيري، أول نشاط يعني كنا احنا من الناس اللي عام 2011 فانا تاريخ بالضبط أفريل 2011 أفريل انت خرجت ضد قانون العزل وكذا، وخرجت احنا فصل 15، وكنا احنا من اللجنة المضايقة لتنظيم هذا اللقاء. وبعث جرأة كبيرة انك ويلي وقتها سابق، هو تفرض الناس ناقمة على النظام السابق وعلى رموزه وعلى مسؤوليه. هو سي سمير كما تعرف انا بحكم تكويني مخضرم، يعني عامل السياسة وعامل الإدارة في التجمع وفي الإدارة الجهوية، وبحكم عمري كذلك كنت انا القديم في الجيل نتاع الطلبه والشباب، دونك مؤسس، دونك محل احترام. وفما زاد الصغير في الوزراء والسفراء. كنت اصغر بحيث كنت انا الحلقه اللي ربطت ما بين الشباب والطلبه وبين القدم، وخرجنا ونجح ياسر اللقاء ذاك، وكان اول لقاء يعني جماهيري حضروا فيه حوالي 8000 دستوري. نمشيو للاكتواليتي. تفضل. سيادتك عملت ندوة صحفية مع مجموعة من أعضاء ديوان السياسي، أعضاء ديوان السياسي تسميهم أنت، للحزب الدستوري الحر، هكا ولا؟ لا، هو اسمهم أعضاء ديوان السياسي باعتبار كما تعرف هي الندوة تمت بعد يعني إعلان رئيس الحزب على موعد المؤتمر. بالضبط. احنا كنا نستناه بطبيعة الحال. عبير موسي أعلنت على المؤتمر، وأنتم خرجتوا تحتجوا في ندوة صحفية. لأن ما وقعش دعوة الأعضاء، وهوني الإشكال قانوني، مطرودين، معفيين، مجمدين، هذايا النقاط الخلاف، باعتبار احنا المؤتمر الاول اللي صار في 2016 باشراف الدكتور المرحوم حامد القروي كان مؤتمر توافقي، ما كانش فيه لا انتخابات لا صندوق لا تزكيات. فما قائمه اقترحناها على الدكتور وزكاها المؤتمر. القائمه اش تقول؟ هذه تقول وموجود في الفيديوهات، تقول تم التوافق على ان تكون رئيس الحزب استاذ عبير موسي وامين عام الحزب حاتم العماري. معناتها كل واحد عنده شرعيه، ولكن عبير نفس موسي الشرعيه. عبير موسي طردتك من الحزب؟ لا، ما تجمش طردني احنا، خاطر عندنا نفس الشرعيه من المؤتمر. انت ما عادش شرعي تو. انت قلت ما عادش امين عام انت طو. احنا يا سي سمير ولا شرعي؟ شرعي بطبيعه الحال، ولكنك ماكش تمارس في مهامك كامين. ماكش تمارس لان احنا توا مرفوض عودتنا. الموضوع هذا راه ما يمسش كان شخصي انا. طردتك عبير موسى. فما ثلثين المكتب الديوان السياسي المنبثق من المؤتمر الاول والوحيد اللي صار بالتوافق في 2016 الكلنا لان نفس الشرعيه، وحتى حد من نجم يطرد الاخر. قائمه واحد اثنين حتى 20. احنا كنا باتصال بهياكل الحزب، وكنا ننتظر الموعد المناسب، وكنا نأمل أن يقع يعني إصلاح الحزب من الداخل، لأن المشروع اللي بدينا به مع الدكتور حامد القروي لما سلمنا المشعل
أنا والرئيس الحزب كان المشروع هو يعني توحيد التساترة، وخاصة نعملوا حزب ونبنيوا حزب ونكونوا حزب ديمقراطي. 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 اللي هو تو ماهوش ديمقراطي. الحلمة متاع التساترة الكل منذ كنا في الطلبة وفي الشباب ومنذ الأجيال السابقة كانوا يحلموا باش يوصلوا نهار يعملوا مؤتمر ديمقراطي، لأن التجمع كان جاء يمارس في الديمقراطية وكان أخذنا الدرس من اللي صار في التجمع وحتى من إدارة تونس. راو يعني أول قاعدة وأول يعني نصيحة أنا نوجهها للأحزاب هي انعقاد مؤتمرات ديمقراطية وهياكل شرعية. خلينا في الموضوع. هذايا ضمان باش ما يصير صراعات داخل الحزب. كنت أنت رئيسة هي عبير موسي وأنت أمين مال الحزب. أمين عام الحزب عفوا. علاش خرجت؟ احنا الخلافات نتاعنا راه منذ كيفاش خرجت كل احنا معناتها منذ ان طرقنا في المشروع بدات الخلافات في خصوص التسيير، في خصوص الانفراد بالراي، في خصوص هل الصدامية هذه اللي تحكيوا عليها منذ حين، وهل يعني الطبيعه اللي هي كاسحه شويه مع الناس الكل في داخل الحزب وخارج الحزب. طبيعه شكون؟ من طرف رئيس الحزب. شبيك ما تحبش تسميه عبير موسى؟ اي رئيس الحزب. احنا نحترموا يعني الهيكله. اي رئيس الحزب عبير موسى. عبير موسى. احنا وقت اللي قلنا من الاول لابد انه نعملوا المؤتمر، وكان في شكل حفل وناس جايه ومش مصدقه اللي المؤتمر في دار الحزب، وكنا نعملوا نفتحوا الباب للهياكل والتساتره بكل يعني اصنافهم بكل اجيالهم. لكن لقينا بعد غلق الباب، فما يعني ذيتوا على اشخاص معينين، على ناس معينين من طرف عبير موسى، من طرف رئيس الحزب. يعني هذا انا رفضته. فما انه انسحبت انت التسيير الفردي. ما انسحبتش انا، ما انسحبتش. خرجوك. فما انقلاب، صار انقلاب في الديوان السياسي، لان الشرعيه الوحيده الموجوده، لان المؤتمر هذا التوافقي لا تقدم فيه متى صار انقلاب عليك اساسي. اكيد هذا موضوع نقطه هامه برشا، لان المؤتمرات في العالم الكل في وسطها يقع انتخاب لجنه النظام. انا لما لجنه النظام هي باش تشرف وتراقب الناس الكل بما فيهم الرئيس والديوان السياسي، ويقع كذلك نقاش النظام الاساسي. هذا ما صارش والفيديوهات موجوده. شنو بحيث حتى حد الانقلاب عليك انت صار انقلاب ببيان الديوان السياسي اللي هو عنده شرعيه المؤتمر القائمه تا 21 شخص بما فيهم انت. بما فيهم انا. تم الانقلاب عليكم. تم تحرير بيان فيه انه في السيد هذايا نظرا للتجاوزات وكذا، وهي كلها تحصرها تجاوزات وخيانات شخصيه حول التسيير، وهي كانت تقول ما ينجمش يكون فيه حزب. تم طردك من الحزب الدستوري الحر. وانا قبلت وانضبطت لان فما بيان وقرار ديوان السياسه. خلينا نتحاوروا سي حات. يعني ثم ناس توا عملت شوشرة أنت توا في البلاد بالندوة الصحفية بالكلام هذايا وبادعائك أنك أنت أمين عام شرعي وأنه يلزم تعود إلى الحزب ويلزم عبير موسي يكون مؤتمر ديمقراطي وبرشا مطالب أنت والمجموعة اللي معك. ثم شكون يقول أنك أنت خرجت بتشوش على نجاح عبير موسي، على صعود عبير موسي، وراك حركة النهضة وخصوم عبير موسي اللي يحبوا يعرقلوها، يحبوا يحدوا من صعودها، من بروزها، من نجاح الحزب نتاعها بكل الطرق، وإحدى هذه الطرق هو سيادتك أنك أنت مبعوث من طرف حركة النهضة للتشويش على عبير موسي، خاصة وأنك مقرب من سي محمد الغرياني دوبوي لونتون، مقربين وأصدقاء، وهذه أنت هل عملته كل هو فكرة محمد الغرياني للتشويش على عبير موسي والحد من سرعتها نحو الصعود. أي تحليل مقبول يعني قابل للنقاش. أنت تعرف مليح يا سي سمير اللي المجموعة متاع الثلثين 14 شخص فيهم اللي كان وزير وفيهم اللي كان سفير وفيهم كان والي وفيهم اللي كان معتمد وناس في مستوى معين وأقدم مني ومن رئيس الحزب في الحزب، هذوما الكل يعني يسير فيهم محمد الغرياني ولا كلهم مكلفين بمهمة. احنا لابد أن نحترموا ذكاء الناس ونقولوا راو مش بضرورة لما نجي أنا ضد عبير معناتها أنا مع النهضة ولا جيت مع النهضة. أنا شهرين التالي المجموعة هذيا مشيت ساندت الاعتصام اللي قامت به رئيس الحزب في شارع وقدمنا مساندتنا وحضرنا، وحتى في الاعتصام الأخير عندنا مجموعتنا مشيت
بحيث هذا يا الثنائيه هذه يا هكا يا هكا يا تخالفك في الراي تصبح نهضوي وتصبح اذا يا مردود على مالي، لان الناس هذوما عندهم تاريخ وراهم، وكان فما اي حاجه راهو بنى عليه وقوه السيستم وراهو هذا يعني ما يليقش الخلاف في الراي ما يخليش انه الانسان يعني ياخذ يعني مواقف. ولكنك انت سي حاتم مواقفك كنت تعبر عليها ضد الصدام اللي بين عبير موسي وحركه النهضه، ضد الموقف الصدامي لعبير موسي من حركه النهضه. لا 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 احنا شان داخلي، انا جيت اليوم باش نحكي على الشان الداخلي، كل ما يهم سياسه الحزب انا مشارك فيها في لوائحه في مؤتمر. انت مش عجبتك سياسه الحزب؟ لا ما قلناش هذا، احنا عندنا مشكل داخلي يا سي سمير نتاع تسيير ومتاع حوكمة ومتاع طرد ومتاع إقصاء ومتاع مئات الكفاءات اللي ما جاتش ما خذتش بطاقات ومتاع ناس يعني اللي يعطي رأي ويلقى روحه لبرا. هل معقول مؤتمر بتاع حزب عمره 100 سنة اليوم يجي يعمل مؤتمر على المقاس تحت حيط بطاقات بالوجوه قائمة مغلقة؟ اليوم الناس مقهورة، أنا يكلموا فيا من الجهات مقهورة كيفاش تساترة هذا ياخذ بطاقة وهذا ما ياخذش. علاش ما ياخذش؟ لأن ممكن يكون فما نظرية المؤامرة ونظرية الانزلاق والانسياق معناتها. تو سي حاتم نسألك سؤال، أنت شنو الإشاعة نتاعك مقارنة بعبير موسى؟ حتى شيء. شنو هي إشاعة؟ نقول لك هكا، لو كان جيت أنت على رأس الحزب هل ينجح بنفس الطريقة تحت إشراف عبير موسى؟ عبير عبير موسي؟ شو اسمعني سمير، في 2014 لما فشلنا في الانتخابات مع الحركة الدستورية وقعدت أنا وسي حامد وبعض اللخيين يعني نسألوا شو مستقبل الحزب، ووقتها الأستاذة عبير موسي انسحبت وقالت أنا متى مش لازمني نعمل السياسة، وقعدنا نبحث وإحنا في مستقبل الحزب فما شكون نسكروه فما شكون يعني نندمجوا في حزب آخر، وجات الفكرة أنه سي حامد القروي لأنه يؤمن بالشباب وحتى أنه بعض ربما زملاء وأعضاء الحكومة معه والقيادات يعني قالوا كيفاش، قالوا مش نسلم المشعل للشباب، وتعرض إلى عديد الانتقادات في هذا الشأن. فما يعني كان الاتفاق أنه نقدموا الأستاذة عبير موسي باعتبارها أولا مرأة واعتبارها شابة ومتحمسة وناشطة وشجاعة، هذه كل احنا اخترناها واحنا جعلنا منها زعيمة واحنا حطيناها حتى قبل انا، لان مؤسسي الحزب سي سمير لا هام ياسر، مؤسسي الحزب اليوم ستة من الناس أربعة كانوا ضد يعني تعيين الأستاذ عبير موسي في، وما زالوا موجودين ومعروفين في رئاسة الحزب، واحنا باتصالاتنا وكذا وصار الأمر كذلك لأن نؤمن بقدراتها. ولكن لما انحرفت بالحزب ولما أراد أن ما تتسير يعني بصفة انفرادية، احنا نحلم من اللي كنا صغار أنه يكون عندنا حزب حقيقي، نحبوا فما ديمقراطية، نحبوا مؤسسات. اليوم اللجنة المركزية للحزب تبدلت أكثر من مرة ومعينة، اليوم لجنة النظام تبدلت أكثر من مرة، هل يعقل أنه أعضاء ديوان سياسي دخلوا في نفس اليوم بمجرد ميل عندك تصويرة يقع رفضه؟ عندك تصويرة باش نشوفوها اعتمدوا عليها جماعة الحزب الدستوري الحر، تصويرة تجمعك بالقيادي في حركة النهضة عامر العريض، عندي تصويرة قديمة مع بعضنا تصويرة قديمة فما تصويرة أخرى قبلها عاد مع الأستاذ تعرف اللي جماعة الحزب الدستوري الحر ما يصافحوش حركة النهضة بكل ميم با يحكيوا على المعامل. لا 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 شو فما انت اعتبروها هذه اعتبروها معناها ياخو في مباركة النهضة كاتبين تعليق في لا اللي يعرف الجامعة ويعرف التسعينات يعرف حاتم العميري ايش كان دوره في المنظمة طلبة التجمع، إذا ما تعرف حاجة المنظمة طلبة التجمع كانت يعني هي الأولى اللي متى في مقدمة الهيكل في التجمع هي شوفها. أما حبيت نقول لك احنا يعني قاومنا ونافسنا كل التيارات السياسية بما فيهم الاتجاه الإسلامي في التسعينات في الجامعة وكذلك اليسار بحيث حتى احنا حتى سي محمد الغرياني كان ضد الاخوان في عهد بن علي احنا التهمة اللي قاوم فيهم من موقعه كأمين عام للتجمع التهمة الأولى تصويرها مع محسن المرزوق والتهمة الثانية مع خلص انت تحبوا لا تكره التشويش العلي. ثم ناس يعتبروا التشويش على عبير موسي في هذا الظرف ومحاولة معناها الحد من سرعة صعود عبير موسي هو خدمة لأجندة الخصوم نتاعها. شكون قال هذا؟ احنا ما صعودها سي عبد العزيز يبقى المؤتمر المؤتمر أهم يا سي حاتم يا سي سمير المؤتمر ومستقبل الحزب قبل مستقبل الأشخاص. خلينا نشوفوا سي عبد العزيز الحزب الشخصي هذا اللي شخص واحد، احنا ما انهار التجمع لأنه كان مرتبط بشخص نداء تونس نفس الشيء. أنت تعتبر الحزب الدستوري توا شخص واحد؟ بالطبيعة هو تقول حزب عبير وهذه الذره اكثر من اللي تنفعها. احنا
عبير مازالت صغيره. حزب الشخص الواحد تعتبره توا الحزب طبعا الدستوري. طبعا هي رئيس الكتله وهي الكاتبه العامه وهي الامين العامه، راهو ثلثين من الديوان السياسي تم طردهم كما تقولوا توما بمجرد ميل تقول لهم عاش تجي. وفما فما مخالفه اخرى هامه ياسر، انه في 2018 تقول له باش تعديك على لجنه النظام تم تجميدك، لليوم ما صارتش لجنه النظام، ثلاث سنين هم يستناو في لجنه النظام. سي عبد العزيز القطي انت ست اعضاء صار لهم هكا نجموا نتحاور. لا لا ما هذه حقائق يلزم الضيوف يشاركوا في الحوار. سي عبد العزيز القطي قلت انت في ستاتيو فيسبوك في صفحتك وصفت سي حاتم العماري بانه صديقك، وقلت انه كانت ما بيناتكم علاقه معينه ولكن ما زلت كنت. لا هو توا عنده خيبه امل منه. اي انا من طرفي انا ما زلت عنده خيبه امل وهو باش يعبر عليها. مانيش نقراها ستاتيو، تفضل سي عبد العزيز. هو اولا انا مانيش منخرط والا منتمي لحزب دستوري الحر وشان انت محلل. اي وشان الداخلي نتاع الحزب الدستوري الحر بطبيعه الحال المشاكل القانونيه وغيره شان يهمه. اما لكن فما نقاط استفهام. اولا سي حاتم العماري خرج من الدستور الحر، طرد، خرج، تم تجميده، كذلك موضوع اخر منذ 2016 هكا ولا؟ اي نعم كان ساكت على احنا توا بطلب من الديوان السياسي رجعت انا بطلب من الديوان السياسي. وحتى ما فهمت انه فما اعضاء من الديوان السياسي اللي صحوا على ابعاد سي حاتم واخرجوا من الحزب هما نفسهم موجودين معها الان في نفس العمليه. لان غلطوهم في نفس العمليه كلمه غلطوهم هذه مساله. واعتذروا في وسائل الاعلام وقالوا رانا قاعده نستناو نجاوب على كل جمله. لان الاسباب لليوم غير واضحه في طرد قاعدوا نستناو في الاسباب مرقاو حتى جاوب. مش هكا النقاش. سامحني كل جمله نجاوب عليها. فما مجموعه من نفس الاسماء اللي امضت على قرار الديوان السياسي لطرد سي حاتم هي نفسها اليوم نلقاوها مصطفى معه موجوده معه. المساله الاخرى هو انه انا معناها ما فهمتش علاش قعد سي حاتم ساكت لمده 4 سنوات وقام بتدوينات عديده، فما اللي قال فيها اللي هو حتى كي حكيت انا معاه مره ولا اثنين حكينا هكا مع بعضنا وكانت احنا لقاءاتنا مش كثيره، يقول لي ما ربي وجهها خير معناها خلي الناس تخدم على رواحها. وكنت في وقت معين فهمت انه لربما يخوض تجربه سياسيه جديده، انه قاعد ينظر الى المستقبل وبعد على العمليه، ولا ربما يندمج في الدستور الحر بطريقه او بطريقه اخرى. ولكن ما رعنا الا حتى وقت اللي صارت الانتخابات وتم انتخاب النواب نتاع الدستور الحر هناهم وقال لهم بارك الله فيكم وربي معاكم. شنو اللي خليه اليوم يتحرك؟ علاش اليوم بالضبط علاش اليوم يتحرك؟ انا اولا وقت اللي نقول حد مش واحنا في نيديا تونس كانت عندنا تجربه من النوع هذايا، انه يكون فما لربما عدم حسن تسيير. اولا يلزمك تكون انت من داخل باش تنجم تنقد عمليه التسيير. ثانيا راك انت اليوم تحكي على الحزب الاول اللي يتصدر سبر الاراء، تحكي على حزب جماهيري الوحيد عندما يتحرك في الشارع يجلب بالالاف المنخرطين والمناصرين، وهذا ما هوش سهل على احزاب اخرى ممكن فما حزب الاثنين. اليوم الحزب هذايا يتكلم عليه القاسي والداني وتقريبا اقر الجميع بانه رئيسته اللي انت اعترفت الان بشرعيتها واللي انت تؤمن اللي هي الرئيسه واللي انتم اخترتوها واللي انتم بجلتوها واللي هي رئيسه الحزب اتاكد وكل يوم تبرهن على اني نجحت في تسيير هذا الحزب وارجعت منه وكونت منه قوه حزبيه تنافس احزاب اخرى ولا ربما تتصدر المشهد لتكون في الحكم المره الجايه. انا لا افهم كيفاش اليوم سي حاتم في ظرف كيما هذايا وقت الحزب هذايا مستهدف من قبل الجميع، وشفنا شنو اللي صار للحزب هذا في 5 جوان وكيفاش تم الاعتداء على الرئيس نتاعه، كيفاش رئيس الحكومه في نوايا رئيس الحكومه نجيتك رئيس الحكومه مش يقدم قضيه بالحزب هذايا، حركه النهضه والتحركات نتاعها يعني وكانه التحرك سي اللي يغزر من بعيد. وانا من الناس هذوما نقولوا انه سي حاتم جايه في ماموريه ومنسجم مع التمشي وهو ضرب هذا الحزب واضعافه واخلاله. انا ما ريتش الحق وانا متابع للناس اللي تبع في الدستور الحر وحضرت في العديد من اللقاءات نتاعه اللي في الخارج الجماهيريه في الاجتماعات العامه والا في المسيرات. ما ريتش ناس تتذمر من عبير موسي، ما شفتش ناس عندها مشكله في التسيير مع عبير موسي، ما سمعناش قيادات الان معاها تكلموا ولا قالوا راهو المراه هذه كذا. واتفهم كذلك لانه احنا عشنا تجربه وخيبه امل مع نيدا تونس في مستوى
اللي صار فيها. أتفهم أن المرأة هذه بالمعركة اللي قاعدة تخوض فيها ضد الإسلام السياسي وضد الإخوانجية أن تكون حريصة على أن الحزب هذا ما يتمش اختراقه وما يتمش الاندساس فيه، وإحنا عشنا التجربة هذه. وتحكي لي يعني أنت يعني على طلب يعني تقصد سي حاتم ينجم يكون مندس؟ لا لا لا، نحكي في المطلق. لا لا، نحكي لك في المطلق. يعني هو كيلوم عليها يحكي عن مطرودين، كي يحكي عليها أن هي مسكرة سؤاليله ولا الغيره، وأن هي شادة بزمام الأمور. أنا نقول أنه هذه نقطة قوة، وأنا أنصحها بذلك وانصحتها بذلك العديد من المرات في الإعلام، وقلت يلزم الانتباه. وحتى طلبة التجمع سيد الكريم اللي تحكي عليها منتي، رأوا طلبة التجمع ربما هم سبب، مش بكلهم، ولكن فما بعض الأطراف وبعض العناصر منهم اللي كانوا منتسين داخل طلبة التجمع وداخل التجمع قاعدين اليوم يؤدون في هذه المهام القذرة لحركة النهضة. ليش حركة النهضة قوية؟ أنا حاب نقول أنه أكبر خدمة قدمناها للأستاذ عبير موسي رئيس الحزب وللحزب الدستور الحر هو أنه عقدنا هالندوة الصحفية هذه. علاش؟ لأن نخمو في مستقبل الحزب. الحزب لابد أن يكون له مؤسسات، لابد أن يعمل مؤتمر شرعي وديمقراطي. الحزب لا يلزمش يعمل يعني مؤتمر تحت حيط. لا لا، مش خارج الحزب. أنا نحكي الحزب. لا، فما مئات، أقول لك أنا فما مئات نسمي لك في المهدية، في جابس، في قبلي، في باجة، في جندوبة. لما انت ما بيهم حزب وخلي المرأة تخدم على روحها إذا كان عندك المد الجماهيري. فرضية فرضية في لو حبينا نعملوا شهادة للتاريخ باش نقولوا النهار اللي باش يكون فما تشتيت وتشتت للتساترة راه فما شكون مسؤول. يمشي احنا خمسة لا قال لك يمشي يعمل احنا حزب. يا سي سمير العركة من 2016 وقبل 2016 وما تكلمناش، باش نخليوا المجال للرئيس الحزب وللحزب باش يعني ينجح. فما انا تقولي بالالاف، انا نحب الملايين، راي نشهد. انا نحب الملايين، راي عبير موسي راي تجربه ناجحه كيما النداء، راي تجربه ناجحه جدا ناجحه. واحنا واحنا بلس اللي قادت العمليه، وراه اليوم في ظروف اصعب من النداء تونس، وما هيش باش قايل السبسي تنجح اكثر لو تعمل حزب حقيقي ديمقراطي يا اخويا حقيقي. حزب امريكا مش مسالي. احنا وقت اللي قعدنا مع يبعد عليه التشويش فقط. وقت اللي قعدنا مع سي حامد القنوي يرحمه، فما وثيقه هيك موجوده فيها الثلاثي سي حامد والأستاذ عبير وسي حاتم العمير، قلنا فما مشروع نخدم عليه، فما أمانة واستمرار الرسالة. قلنا لابد من توحيد، ما حتى لابد باش نعملوا حزب حقيقي. احنا كندافع اليوم، انا تقول لي انت الباش رجعت، انا رجعت لان زملائي في الديوان السياسي بعد ما مضاو ضدي شار لهم نفس الاشكال وتقع تهم كذا. انت تتهم عبير موسي واجب الواجب غير ديمقراطي، يدعوني باش ندافع على زملائي وباش ندافع لان صاحب مشروع انا وعندي نفس الشرعيه يا سي يا المؤتمر. سي حاتم ولهذا احنا توا كان نحبوا نعملوا حزب يعني للمستقبل حقيقي، ما تتفضلوا كان نعملوا الحزب لشخص واحد نتفضلوا. الفرضيات موجوده، تقولي انت امشي اعمل حزب. احنا لحد الان ما نحبوش نتشتوا. خلينا نكمل لك، خلي يتحاور معك. لا لا ايه باهي، التشتت مش باهي، ولكن غدوه كي باش نتلزوا او ننسى احنا فما ملف لابد باش يتقدم للقضاء. لان انا حبيت نقول لكم زاده اللي في 2017 تحصلت على حكم قضائي لايقاف تنفيذ هالقرار هذا الجائر نتاع طرد حاتم العماري. ورغم ذلك ورغم الوجيعة، لأن أحب نقول لك حاجة أخرى قبل اللحظة وقبل يعني فما إيقاف وجيعة تنفيذ، يعني أنت أمين عام شرعي وجيعة يا سي سمير. فما وجيعة لدى هك 14 شخص اللي مصحين ولدى مئات الناس المطرودين المقهورين. فما وجيعة، فما معاملات إنسانية، فما عدم احترام، فما صدامية كنت تحكيوا عليها، فما انفعالية، فما تغترس. أنا من حقي ومن واجبي للتاريخ نقول، وهذا ما ينكره حتى حد، وهي بطبيعة الحال احنا نتمناو النجاح. خلي جاوبك سي عبد العزيز. احنا نتمناو النجاح، هذا ما يمنعش هذا المشاركة في الحزب وحضور الاجتماعات. سي حاتم ما تكلمش وحدك يا عايش، ما تكلمش وحدك. احنا خلي جاوب، نحبوا نجاح على نجاح. يا سي حاتم انت انت السياسة هي بيرسيبسيون، الناس شنو شافت، واي تحرك سياسي يقوم به سياسي من اجل هدف معين واضح لجلب الانتباه ولفرض راي معين. انت العمليه اللي قمت بها في الظرف هذايا في ضد حزب ناجح ورئيسه حزب ناجحه، الناس تعرف شنو اللي شافته؟ شافته اللي انت باراشوك
والا كومبارس نتاع حركه النهضه. هذه هي الكونكلوزيون. سامحني وانا ما حبيتش تكون في هذا الموقف. لا لا لا، هذه راهي لا بيرسيبسيون. ما هي الشجاعه طبعا، الشجاعه ونحمل الساتره مسؤوليه، لان ما انا اليوم كشفت هذاك شان داخلي نتاعك. انت راك خارج، انت من برا، انت زي انت قبل، انت عندك حكم، قلت عندك حكم وانت سلمت في حقك وما مشيتش طبقته، ولذا انتهى الموضوع. عائله سياسيه كبيره الاولى. انا اقول لك ودي اختاقنا من عائلة سياسية، وبلا اختاقنا من الديمقراطية، واختانا من التسيير الديمقراطي، اختانا من الشعارات الكبرى هذه. نسبة كبيرة متساترة ومن القيادات في المجلوات والله يخسارة يا حاتم، والله يخسارة والمحلية. لا لا والله يخسارة، ما نجاوبكش ما نجاوبكش. غايبين على الحزب هذايا، علاش الحزب هذايا، علاش الحزب هذايا ما يلمش؟ علاش؟ جاوب انت، جاوب انت، علاش؟ لأن فما إقصاء، فما عدم قبول، فما يعني رفض. والله انا لا شفت، لا شفت حماسه، لا ولا شفت التفاف، ولا شفت حب للحزب الدستوري الحر، والتفاف بصلابه من قبل المناضلين نتاعو ومن قبل المخرطين نتاعو، وانا شاهدتهم قدامي على الميدان كيما اللي موجود في الدستور الحر، ونحب نزيد ندعمه، واللي هما اليوم موجوعين من الشيء اللي عملته يا حاتم. موجوعين، يقول لك علاش حاتم العمالي خليه يتكلم يا سحاب، ما تشوش عليك يتكلم، خلص والله انا شفت، خلص الاول يا سحاب، تشوفه يا سحاب، ما تكلموش مع بعضكم، ما يسمعكم حد، تتكلم في كلام ما يسمعوا حد. سي حاتم سامحني، حاتم انا انصحك حتى يا سيدي لو سلمنا انك عندك الحق. انا نقول لك راك انت قاعد تعوم، انت ما نعرفش، ما نعرفش انا، ما نعرفش انت عندك الحق ولا ما عندكش، انت راك قاعد تعوم ضد التيار، وراهو في السياسه العومان ضد التيار ماهوش في كل وقت، راك تغرق. بعد سي فوزي شنو رايك انت كدستوري في هالعركه هذيا؟ والله انا ما مانيش ملم بالموضوع هذايا بالتفاصيل نتاعو، اما اللي اما فما كلام على الدساتره تقال وعبير، الدساتره صديقي لونغ دات، سي حاتم نعرفوا بعضنا 20 سنه. اللي طالبوا سي حاتم هو يحب يشارك في المؤتمرات الجاي. اي هو انا اللي سمعته البي دي ال باش يعمل مؤتمر في اوت ولا حاجه كيما هكا، بصفته امين عام معناها شرعي. لا مش امين عام باش يشارك، لا توا كيف في مؤتمر ما عادش ثم امين عام. اي بالطبيعه الناس كل يترشح، مترشحين الناس كل مناضلين وكل شيء. انا نقترح على عبير وباش الناس هذوما اللي قاعدين يتشكاو يقولوا احنا طردونا، يزيد تدخل في المؤتمر، اعطيه بطاقه، هذا المطلوب سي حاتم، اعطيه بطاقه ويجي يشارك في المؤتمر، وقتها تولي انتيجه ما عادش فيها نقاش. فما ان كوز، وانا نقول لكم انا باش تنجح عبير في المؤتمر هذا، اما يدخلوا في الواحد يحب يشارك في المؤتمر يشارك في المؤتمر. نعم فما هدف سامي، الحزب الدستوري قال يشد الصف، نعم يحب يشارك يشد الصف. لا 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 لا، في المؤتمر ثماش صف، شد صف في المؤتمر، انا عندي وثائق، ما ثماش صف في المؤتمر، تقول لي شارك عندنا انخراط وتشارك وقاوة في هذا الحزب. هي قالت شد الصف، هذيك شد صف، الناس يحبوا ياخذوا مسؤوليات. لا هذيك تحت، هذيك حاجه اخرى من خارج الحزب، هذيك خارج الحزب وعنده مش حتى علاقه بالحزب، يحب يجي في الحزب ويحب يرشح ولا وزير ولا حاجه. لا هو يقول لك سي فوزي نجم ياخذ انخراط ويدخل اخويا ويشارك في المؤتمر، شنو المشكله؟ ما تصورش باش تقول لا، ما نتخيلش باش يجيب حاجه. تفضل، القضيه مش قضيه حاتم العمالي ولا 15 عضو. حاتم هو قال لك امتحان، انت باش تاخذ على امتحان، اعمل بطاقه انخراط هكا وشارك المؤتمر، امتحان للجميع راهو حتى العبد الموسي. علاش بلا هي كل شيء تعود من صفر او المؤتمر كل شيء من صفر. الزعماء ما يخافوش من المؤتمرات والانتخابات. انا طلبت باش ندخل والمجموعه تاع اعضاء الديوان السياسي والناس اللي تو هي رافضه. الزعماء الزعماء راهو انا حاب نقول فما ان كوز، فما ان كوز ما يكسروش احزابهم، فما ان كوز يعني راقيه اللي هي الديمقراطيه. الحزب هذايا عانى من الدكتاتوريه وسبب من اسباب اللي صار لنا اليوم. حاتم لا لا اسمع، تقول الكلام هذا وانت كنت والي في عهد بن علي، اي كنت وكنت معناها ما يخرجش عليك، ما يخرجش عليك الحزب تحل في ثلاث ايام. ما تحكيش على الديمقراطيه ما خاطر وقت اللي كنت ما فماش ديمقراطيه في الحزب وقتها، توا في التجمع ما فماش ديمقراطيه، ضحيه الدكتاتوريه التجمع. لا 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 مش دكتاتوريه، كانت فما تعيينات كيما توا، كانت فما قوائم مغلقه كيما توا، كان فما الراي الواحد كيما توا، وكان فما شخصنا كيما توا، باش ننكروا هذا؟ وهذاك علاش طاح هو، وكذلك علاش النداء نفس الشيء. شنو الحل؟ شنو الحل؟ الحل نطبقوا قواعد العمل السياسي في العالم الكل.
مؤتمر الحل ندخلوا في بعضنا لا ونفركوا الحزب ما نفركوش الحزب ونعطيوه كادو ولقمه سائغه لحركه النهضه وخلي تكمل تحكم لا من هنا لا مش صحيح الى 200 سنه قدام احنا ما تكلمنا احنا عندنا الوثيقه هذيك اللي قدامك عندها 6 شهور حاضره واتصالات مع العائله مع الاقرباء مع هي مباشره قلنا بلاش فضايح قلنا هذا شأنه داخلي راهو عيب نتكلموا قلت لنا خذوا موعد مع الكاتبه خذوا موعد مع السكرتيرة مع السكرتيرة اللي انا عملت لها تيست بسيكوتكنيك يعني شبيه بيه تاخذ موعد مع السكرتيرة شنو المشكل باش نقدم لها الملف اي لا واش في خدمه انا قدم لها ملف باش تنظر فيه من بعد فما درجه كبيره فما جزئيات فما جزئيات فما جزئيات معبرة ياسر هذه الفيرسيون تاعك احنا مش فيرسيون هذه قالوها حسيت اهانه كي تقول لك خذ مش انا برك مش انا اهانه انا راني شبعت سياسه ومسؤوليات مش البارح بديت انا كنت اصغر والي في تونس انا نمشيو نشوفو ديالنا احنا خليها مغيرين امورهم انا عندي مهمه وعندي عندي رساله وعندي ان نعمل حزب اللي ضحينا من اجله انه يكون حزب تاع مستقبل احنا ما خرجنا الا ما سمحنا لقينا الجبال مسكره خلص لك بعد نرجع سي فوز سي حاتم الثنائيه سمحنا هاك انت على الدكتور ما تخليش كون يتكلم لا هاو كلمتين الثنائيه الثنائيه نتاع انك يعني خلص لك تولي اخوانجي والا توافق تولي انا شهرين التالي محلاني ودستوري ولا ما مشيت ما سلمت عليها نسالك نسالك اليوم سي حاتم خل نسالك هو انت معناتها وقت اللي كنت في الحزب الدستوري موجود معاهم في القياده الحزب الدستوري وقتها مازال ما يعرفوا حد مازال معناتها في مراحل البناء شكون اللي بناهم بعد وردوا الحزب هذا الكل وعمل له الشعبيه هذا الكل وحطوا في الصداره شكون اللي بناه شكون اللي خدمه احنا بفضل شكون معناها اللي قاد غلط استنى لا نكمل سؤالي عايشك لا انا ما نحبش كون يقطعني كما انا ما نقطع في بالي كملت سؤال لا ما كملتش الفقره شكون ما يسالش سؤال طويل سؤال يطلب شويه توضيح شكون اللي نتفقوا معاه ما نتفقوش معاه عبير موسي ضدها ولا معاها مختلفين في اسلوبها ولا ماناش مختلفين حاجه اخرى ولكن هي اللي هزت الحزب للصداره هذه هي اللي خدمت عليه جي انت اليوم وقت اللي شفت الحزب في الصداره وكل شيء تحب تاخذ جزء من الواحد وهو جاهز بالكعكه ماناش طالبين شيء احنا شو كعكه فماش كعكه احنا وقت اللي بدينا من الاول هكا ظهرت للناس انا من نهار الاول اللي بدينا مع بعضنا قتلوا يعني بعد المؤتمر بلي شنو طلب كنا انت شنو من الناس كنا اربع من الناس طلبتك. كنا حاره كنا وصلنا باهي نختموا بالطلبات لا طلبات تاعك شنو انت تو شنو طالب 2016 الخلاف منذ 2016 كنا حاره واليوم زوز ملايين منخرط يبقى نفس الخلاف القضيه نجاح انا شاركت فيه والناس الكل شاركت فيه وهي عندها دور كبير ما ننكروش احنا رانا ماناش ولاد اليوم في السياسه احنا مره ما ننكروا ما نحسدوهاش وما ناش طالبين شيء احنا طالبين عملنا لنا مؤتمر حقيقي ديمقراطي وكون لنا حزب نتاع هيكل شرعيه وخذ مدى الحياه الحزب طلبات يا سيدي انا باش نقول لك انا احب اقول لك سيدي عبير ما قلت عليها انت ماهيش ديمقراطيه وما هيش وديكتاتوريه وتحكم في الحزب وشد سيب عليكم منها برمشوا يعملوا حاجه وحدكم اسمع كلام هذه فرضيه من فرضيات انا نقول لك انا احنا نقدموا للقضاء نقدموا الدوسي لايقاف تنفيذ هذا المؤتمر حتى احنا قدمتوا قضيه حتى في نداء تونس قدمنا القضاء وش المسار احنا عندنا في عركات سياسيه هذه عركات سياسيه 10 سنين اخرين ومساله زعامات 10 سنين اخرين وانا متوري مع عند البعض 10 سنين اخرين نشوفوا مستقبل الحزب هذايا لابد الاشخاص تمر وتبقى الهياكل وتبقى القواعد العمليه نتاع نتاع الديمقراطيه نتاع التسيير احنا ماناش ضد عبير تقعد رئيسه انا في المؤتمر باش تدخل تنافس عبير موسي مثلا اي الباب مسكر لا انا تقعد هي رئيسه احنا صلحنا الحزب وقعد رئيسه اكثر شيء من هك اقبل العبيد حل البيبان الاف راهو ما خذوش بطاقات بطاقات بتاع 2020 بالوجوه علاش؟ فما 500 منخرط تبعث لك عبد العزيز القطي قال خايفه من اختراق الحزب يسكروا الحزب الحزب القوي سمير الدين الحزب كل القوي. الاحزاب اللي تحترم نفسها الحزب القوي تقديم توزيع الانخراطات يكون بتؤدى وبعقلانية قبل المؤتمرات هذا معروف ما فماش واحد ما عملش عملية اختارنا من منطقة الديمقراطية مش نتعاقب نتعاقب انت توا وليت يعني دستوري اكثر مني انا لا مانيش دستوري انا ما نخافش على الحزب باش نحلوا الباب للمندسين
ولكن زاد ما استكروش فرد مره. هذوما ناس قيادات محليه وجهويه. انت سلمت فيه، انت سلمت فيه. يا سي سمير خساره. احنا في الايكونومي نسميوها سي استاذنا سي فوزي بيرتسيش. شو معناتها بيرتسيش؟ فما الاف من الاطارات الدستوريه توا عربوها تستنى قيادات محليه جهويه وطنيه تحب تدخل الحزب هذايا ولكن ما نجمتش. يدي عندها 35% من السونداج. يدي السونداج حاجه، السونداج حاجه، حاجه اخرى. نمشيو لسي فوزي ونرجعوا لكم. سي فوزي تقريبا انقطعت اتصالاتك بحركه النهضه برئيسها راشد الغنوشي ولا مازال فما تواصل؟ ما عندي حتى تواصل. علاش؟ موقف تواصل واش؟ باش نحكيو فيها؟ حزب عندي. انت تتفاعل مع الاحزاب الموجود. ما عندي خاصه مع الحزب الكبير. لا لا ما عندي حتى تواصل. هاك تساند في الحكومه معاها حكومتها. نعم. هاك تساند في الحكومة مع حركة مش حكومة نتاعها، تساند حكومة نتاع تونس أنا. وقتها كان الباجي قايد سبسي كل الحكومات يقول لك أنا نحب الحكومة هي محسوبة على حركة نجاح الحكومة. نجاح لا ماشيش شكون عينه، عينه رئيس الجمهورية. ما عينوش النهضة. وشكون اللي صوت له؟ وشكون الحزام نتاعو البرلمان؟ صوت له، صوتت له حركة النهضة وحليفها. يا سي فوزي اللي سمعني أنا من ساعة سمعتك في برشا في موضوع الحكومة والمؤسسات، أنت أعطيتني التصويرة وكأنه مؤسسات الدولة مريقلة، وكأنه المؤسسات تشتغل أمورها منظمة، ورشد الغنوشي ما عنده الصلاحيات، الحكومة تشتغل وقاعدة تخدم منظمة، ما عندناش إشكال في تونس احنا، ما عندناش أزمة. عندنا أزمة كبيرة جدا. اللي هي؟ اللي هي أزمة اقتصادية، أي؟ وأزمة تنموية، أي؟ أزمة نتاع سياسية ما عندناش أزمة. وأزمة سياسية معروفة. لازمنا نبدلوا النظام السياسي، لازمنا نبدلوا القانون الانتخابي. يعني المنظومة الحالية ثم أزمة سياسية خانقة. المنظومة الحالية أي. هل قادرة أن يتكمل اللي مساندها أنت في جزء منها اللي هو مش الحكومة؟ المنظومة أنا الحكومة، الحكومة أنا قلت سيد الحكومة باش تخدم للبلاد. حكومة المنظومة اللي أنت مساند جزء منها اللي هي الحكومة أي. واللي هي حزامها السياسي مش مساند البرلمان واللي هي حزامها السياسي جي جزء منهم من البرلمان ومن الأحزاب واللي هما الحزام السياسي الحالي اللي اليوم الشعب التونسي الكل بنخبه وبسياسيه وباقتصاديه يقولوا أنه هالحزام هذايا والأحزاب هذايا هي سبب الفشل الذريع لهذه المنظومة لمدة 10 سنوات واللي وصلونا إلى حافة الإفلاس حتى من الاتحاد العام التونسي للشغل أقر بذلك وأنه تغييرات جوهرية يجب أن تتم. أنت كيفاش اليوم الدافع على جزء من هذه المنظومة وبالرغم أنه المنظومة هذه غير قادرة اليوم حتى على مستوى الكورونا ما نجمتش لتلقح للعباد ولتداوي العباد والقيروان واللي صاير فيها أكبر دليل على ذلك. معك. تفق معك. شو الحل؟ شو الحل؟ اليوم عندك الحل هو تبديل النظام السياسي هذه الناس كل متفقين فيه. أما اليوم يلزم ما تخدم الحكومة. أعطيني الحل السريع. يلزم ما تخدم. يلزم الحل هو هو تبديل النظام السياسي، يلزم يتبدل النظام الانتخابي خاطر يجيب تشتت كبير ياسر. شنو الآلية أنت حسب رأيك اللي نجموا بها هي نبدلوها النظام السياسي والنظام الانتخابي؟ نعملوا حوار وطني، قلت أنت ما نعملوش حوار وطني، نعملوا حوار بين المؤسسات، هل المؤسسات الحالية هي. بما فيها من خلل وبما فيها من أزمات قادرة على أن توصلنا إلى هذه النتيجة؟ أنا نعملوا؟ نعدوا انتخابات. على انتخابات مبكرة نفس في البلدان، في البلدان انتخابات مبكرة. أما بنفس النظام الانتخابي ولا لا نبدلوا النظام الانتخابي. والنظام السياسي. بدلوه. إذا نجموا نبدلوهم نبدلوه، نعملوا استفتاء. باش نبدلوا النظام السياسي استفتاء باش نعمل انت حوار باراليل كيما تو مثال مستقلين، مستقلين كاين معناها مارشي باراليل نتاع سياسه معناتها انت مع رجوع الرجوع الى اراده الشعب هاي. والشعب هو اللي قرر باستفتاء وبانتخابات مبكره احنا ماناش نخترعوا حاجه جديده نخرجوا فاز البلدان الديمقراطيه كيفاش قاعده تخدم به يعاودوا في انجلترا 3 مرات يعاودوا الانتخابات عندنا فاصل اشهاري ثم نرجعوا للجزء الاخير من هذه الحلقه.